أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة مع أحد نجوم فريق النادي الأهلي السابقين، وهو نجم مش عادي لأنه ضرب مثل كبير جدا في اللحظات الأخيرة قبل ما يختم مشواره مع أحد الأندية في الدوري العام، لكنه لعب قدام فريق النادي الأهلي بشكل قوي وبشكل جدي. كانت مباراة غزل المحلة أمام النادي الأهلي في موسم 92-93، وكان وقع للنادي الأهلي بشكل رسمي وتم الاتفاق بين إدارة الناديين، إدارة غزل المحلة وإدارة النادي الأهلي، لكنه أصر على لعب آخر مباراة رسمية ليه مع غزل المحلة، وكانت في نهائي كأس مصر بين المحلة والأهلي، وانتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين. وبالتالي بعد هذه المباراة الكبيرة والأداء القوي أصر النادي الأهلي على إتمام التعاقد وضم عمرو الحديدي ضمن صفوف فريق النادي الأهلي ليكون أحد لاعبي وقيادات خط الدفاع في فريق النادي الأهلي، وتحديدا في موسم التسعينات اللي شهد بالتأكيد انتصارات عديدة لفريق النادي الأهلي على المستوى المحلي وتحقيق انتصارات متتالية في بطولة الدوري العام. كابتن عمرو الحديدي ضيف الفقرة الثالثة من برنامج الأهلي النهاردة. بالتأكيد كابتن عمرو بقول لك يعني منور قناة الأهلي، وفقرة مهمة جدا، وبالتأكيد عايز أبدأ يعني حواري بالجزئية اللي قدمتك فيها، لأن ضربت مثل بشكل جيد جدا وأنت بتختم مشوارك مع المحلة، أديت مباراة كبيرة في ختام مشوارك قدام النادي الأهلي. هو في الوقت اللي كان النادي الأهلي سنة 92-93 بينقي اللعيبة أو النواقص اللي ناقصة في النادي الأهلي في الأماكن معينة، فكان من ضمن الاماكن دي كان الكابتن انور سلامه كان كلمني انا وجمال السيد وابو الدهب. فبعد كده كابتن الشناوي قال لي انت هتروح ازاي؟ طب هتلعب الماتش الاخير ازاي؟ قلت له يا كابتن بس اروح بس الاول. ففعلا حصل اتفاق وقعدت مع الباشمهندس وكابتن صالح ومضيت ووقعت وخدت الفلوس اللي تخصني والنادي خد فلوسه. يعني مش عايز العب. فجالي كابتن الشناوي في الاوضه وكابتن شوقي هتلعب؟ قلت له هلعب. يا عمرو قلت له هلعب يا كابتن. فعلا من احلى ماتشات عملتها في حياتي. وانا بسخن كان جمهور النادي الاهلي بيحرك مشاعر اي حد، حتى كابتن مصطفى الزفتاوي بيقول لي انت هتروح؟ قلت له كابتن ما ينفعش ما اروحش. كابتن عاطف عبد الهادي قال لي روح عشان الناس بتندهلك. رحت وكان ماتش فعلا، يعني احنا يمكن اول 10 دقايق احنا جايبين هدف على عظيم الشوره، وبعد كده المباراه اتقلبت بقى عبد الجليل وعمرو انور وخد شكل تاني بقى، وكابتن رمضان في الوقت دوت. يعني كنت لازم اسيب البصمه ديت. يمكن في جمله اتقالت لي بعد المباراه مباشره وانا خارج، كابتن طارق سليم كان مدير الكرة. وكان في الوقت دوت كان اواخر الايام، كان الكابتن شوقي وكابتن شطه وكابتن اكرامي هم اللي متولين الفتره دي. قال لي اللي انت عملته ده لو ما عملتوش كنا لغينا الصفقه. عملت احلى ماتش في حياتي. ساعتها جمله اللي قالها الصحفي الشهير استاذ ماهر فهمي في جريده اكتوبر، يحمي مرماه فيشجعه جماهير الفريق الاخر. كانت الكلمه دي يعني قال لك يحمي مرمى رغم توقيعه للنادي الاهلي فيحمي مرمى النادي الاهلي، لا بالعكس يحمي مرمى المحله رغم توقيعه للنادي الاهلي. ده كان العنوان الابرز لمجله اكتوبر بعد هذه المباراه. بالظبط. وكلمه ثانيه من المحله وشوارع روض الفرج الى الاهلي وافريقيا والعالميه. دي كان العنوان بتاعه. تمام. طيب دي كانت بدايه مهمه جدا، وانا ببدا بقدم ضيف النهارده الكابتن عمرو الحديدي، لان هو بالتاكيد انضمامه للنادي الاهلي قصه فيها معاني، وبترسخ كمان القيم والمبادئ اللي احنا بنتكلم فيها داخل النادي الاهلي. وزي الكابتن طارق سليم قال له بنتمم الصفقه بالشكل اللي انت اديت بيه المباراه الاخيره مع غزل المحله قدام النادي الاهلي، وما كانش ماسك اي فرود، ده كان ماسك الكابتن محمد رمضان في التوقيت ده، كان احد هدافي الكره المصريه بشكل كبير جدا في جيل التسعينات. طبعا كان في 3-4 ماتشات للكابتن رمضان، اخرهم كان ماتش الزمالك. كان في جمله شهيره قالها الاستاذ المستكاوي، محمد رمضان بيعدل الجرافطه في الهدف اللي حطه من على قوس ال 18 في الكابتن حسين السيد. وكابتن فاروق في احد الاحاديث قال لك رمضان هو مفتاح النادي الاهلي. فكان بالنسبه لي اول مهم قوي ان انا العب على كابتن رمضان. مان كابتن رمضان من احسن فراوده في مصر بل في افريقيا، بيجيد العاب الهواء بالعاب الرأس كويس قوي. فانا ما كانش ليا دعوه بالماتش، كابتن زفتاوي انا بلعب عليه مان، وعبد الجليل كان واخده وليد زايد، انا بلعب مانو بس. كابتن رمضان رايح هنا هخرج معاه. فكان بالنسبه لي مهم قوي انك بتلعب على قيمه كبيره واسم كبير زي كابتن رمضان، لو اديت في الوقت ده هتتحسب لك، لو ما اديتش انت برضو بتلعب مع نجم كبير. لا كانت التركيز 300% مش 100% 300% عشان توصل من كل النقاد والمدربين الكبار بيتكلموا عن اسم كبير زي كابتن رمضان. فالاسم لو اتمسك اسم اللي ماسكه هيكبر في وسط هيعلى في الوقت دوت طبعا. تمام.
منورنا ومشرفنا يا كابتن عمرو. ربنا يخليك يا حماد، ربنا يكرمك. دي كانت مقدمه بس انا حبيت اعرف بيها الناس. أنا بس قبل اي حاجه احنا بنحمد ربنا وبنشكر ربنا شفاء كابتن محمود الخطيب، ونتمنى له الشفاء الفتره اللي جايه باذن الله، ونشوفه تاني في وجود النادي الاهلي، ان كان النادي الاهلي مرتبط بيه، واحنا عايزين الفتره اللي جايه دي نجاحات احنا متعودين عليها في النادي الاهلي. مفيش اي حاجه بتحصل غير ان احنا عايشين معاه وهو بيجري الجراحه العمليه بتاعته، واحنا في نفس الوقت موجودين مع اللعيبه بروحنا وبقلبنا وعقلنا. عايزين مسيره النادي الاهلي اللي اتعودنا عليها تبقى موجوده في كل مره ان شاء الله. القادم افضل، ويعود الكابتن محمود الخطيب الى ارض الوطن سالما باذن الله، ونشوف الاهلي الفتره القادمه بشكل مختلف كما هو معود جماهيره باذن الله. باذن الله يا حماد. طيب كابتن عمرو، انا عايز ابدا معاك بمباراه الاهلي والوصل الاماراتي، او بالاحق هي مباراه الوصل الاماراتي على ارضه وسط جمهوره، لكن ابدا معاك كمباراه على المستوى الفني. حضرتك لعبت في النادي الاهلي ولعبت في العديد من الانديه المحليه، وسافرت كمان الامارات ولعبت في عدد من الانديه هناك. شايف المباراه على المستوى الفني بالمقياس لنتيجه مباراه الذهاب 2-2؟ لا، احنا لو هنتكلم، بص، النادي الاهلي مجرد قلب الصفحه والكبوه بتاعه مباراه افريقيا خلاص الموضوع انتهى. بفكر في مباراه الوصل. مباراه الوصل دي يعني احنا بنقول النادي الاهلي في 94 دقيقه في مباراه هنا مع الوصل هدف في دقيقه واحده، يعني النادي الاهلي عنده قدرات يقدر يجيب جون في اي وقت. ممكن كان في الوقت دوت بيريح لعيبته، كان عينه على افريقيا في الماتش الاولاني، كان بيطمن على الاصابات. لا خلاص، النادي الاهلي دلوقتي مش جماهيره مش محتاجه من لعيبته غير التركيز وحصد بطولات. بالترتيب هنقول الوصل كبطوله عربيه، بعد كده هيبقى الدوري، وملناش نصيب في افريقيا، يبقى الدوري والكاس هنبقى موجودين بالتسلسل، بناخدها سلمه سلمه او مرحله مرحله. تمام. الفتره دي النادي الاهلي لعيبته لازم، يعني مش بنقول ان هم لا، هم كبار ما في الكفايه. التركيز والاداء والروح اللي النادي الاهلي فقدها الفتره اللي فاتت ترجع بسهوله جدا، احنا اتعودنا على كده. اما بتخرج مش الجماهير اللي بتحركنا، احنا كنا بنجتمع وبنقول، كان الكابتن صالح يقول لك انتوا اللي الجماهير بتندهكوا، انتوا اللي بتتصيطوا، انتوا اللي بتعملوا الاسم، الكيان مش هيتهز، الكيان مش هيتغير، الكيان هيزيد بيكوا. انت بتزيد بحصد البطولات، كيان النادي الاهلي بيزيد بتجميع اكبر قدر ممكن من البطولات افريقيا وعربيا ومحليا وعالميا لما بنوصل لبطوله العالم للانديه. لعيبه النادي الاهلي عندها قدرات يقدر يحل الالغاز في اي وقت، بس النادي الاهلي لما بيتحط تحت ضغط بيبقى الحلول في مكان واحد، هو النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا شايفينه الفتره الجايه، وهنشوف مباراه هايله ان شاء الله يوم الجمعه. طيب تتوقع هي المباراه باذن الله غدا ان شاء الله الساعه 5:30 بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله. الخميس. باذن الله الخميس. تمام. باذن الله ان شاء الله. طيب المباراه على المستوى الفني، الاهلي لازم يحقق نتيجه ايجابيه، لازم يكسب او يتعادل اكثر من 2-2، لكن اكيد الفريق رايح هناك عشان يكسب ويتخطى هذه المباراه. بالمقاييس الفنيه، شايف في ظل بعض الغيابات اللي في فريق النادي الاهلي، كيف ترى هذه المباراه؟ احنا متعودين النادي الاهلي فيه كم من اللعيبه، اي حد بيتواجد في البساط الاخضر بيأدي. النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب واحد. في الظروف اللي فيها النادي الاهلي دلوقتي هي دي، انا اسف، الغلطه البسيطه اللي كانت في مباراه الترجي، ان انا ضامن الدرون ومش مستعجل المكسب. دخل فيه هدف فابتدى يدي طموح للفرقه الثانيه انها تهدف مره واثنين وثلاثه. الفترة دي أنا رايح ألعب، أنا النادي الأهلي أحسن نادي في أفريقيا، هأدي في أي حتة، أنا رايح مش بلد غريبة، أنا رايح بلدي هأدي، وهيشوف جماهير هايلة وهيشوف تنظيم وهيشوف كل حاجة. أكسب، هو ده طبيعة النادي الأهلي. النادي الأهلي لما دخل فيه جولين في ماتش الترجي وابتدى يمسك زمام المباراة، لعب 25 دقيقة، هو ده الطبيعي اللي النادي الأهلي يلعب بيه. أنا مش هقول هوصل، هو ممكن يكون عايز يوصل، لو ما جاش هدف ليه يوصل ضربات الجزاء الترجيحية. طب وليه؟ النادي الاهلي عنده استعداد ينهي ويحسم المباراه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، وعنده من اللعيبه ما يملكه من امكانيات تعلي كفه النادي الاهلي بسهوله. اكيد. طيب حجم القلق اللي عند الجماهير، ووضع في الاعتبار ان الجمهور اللي هيحضر في المباراه غدا هيكون بنسبه كبيره جمهور النادي الاهلي، لان حتى عايز اقول لك على معلومه، يمكن التذاكر اللي كانت مخصصه لجمهور الاهلي 25% من سعه الاستاد حوالي 2000 او 2200 تذكره، يعني تم نفاذ التذاكر كلها في اقل من حوالي 24 ساعه، وبالتالي متوقع الحضور الجماهيري في مباراه الغد هيكون بنسبه كبيره من جمهور النادي الاهلي. مع الضغوط الجماهيريه والقلق اللي عند الجماهير، بتقيس المساله دي ازاي يا كابتن عمرو؟ الناس يا محمد مش باصه، الناس فرحانه النادي الاهلي رايح الامارات، دي زياره. الجماهير اللي موجوده هناك سعيده بوجود النادي الاهلي، هو معودهم في المباراه السوبر ومباراته مع الزمالك انه بيكسب، ولا هو مش منتظر منه غير ان انت اللي بتسعدني،
انت اللي بتفرحني، انت اللي جاي البلد اللي انا شغال فيها مصدر اسعاد بالنسبه لي، الجماهير المصريه، جماهير النادي الاهلي والجماهير الموجوده في الامارات دلوقتي. اعتقد النادي الاهلي مستر كاردينال كابتن محمد يوسف وسامي ومحمد مصطفى كمال عارفين في المحاضره او في القرايه لمباراه الوصل بتاعت الدور بتاعت الشوط الاول ايه اللي هم طالبينه من المباراه. اعتقد ان هم درسوا فرقه الوصل كويس قوي، مفاتيح لعبه فريق الوصل هم البرازيليين اللي موجودين، الخط الهجوم الامامي بالظبط. انا عندي خط ظهر النادي الاهلي لازم يحط في حساباته، ده سد منيع، مفيش، حط في حساباتك لنفسك في الاول مش هيخش فيها اهداف، هكون انا الخط المنيع قبل ما الكره توصل عند شريف او الشناوي او ايا كان من اللي هيبقى موجودين ليك. اولا كخط ظهر ما بيتمش الاحراز في مرماك اي حاجه، فانت تعتبر من اعلى خطوط الدفاع، وفي نفس الوقت بحمل فراوده النادي الاهلي ان التهديف هو شيء مطمئن لخط ظهره وحارس مرماه، اما بيجيب جون بيبقى عندي طمانينه وبمتلك الكوره وبمتلك زمام الملعب بسهوله، بديها بالتسلسل للحارس لخط الظهر لخط النص للفراوده. ده مطلوب ان النادي الاهلي زي ما انت بتقول يا محمد ان هم خايفين ان افريقيا كان هو الاقرب، مجرد انك خسرت من الترجي دلوقتي انت عندك ادوار نهائيه للبطوله العربيه، فهو ده اللي مقلق جماهير النادي الاهلي، بس مجرد انك كسبت هتلاقي كله انتهى، فقد ذاكره جماهير النادي الاهلي ان في بطوله راحت، مش هيبقى في بطوله اسمها افريقيا، خلاص انا نسيتها، بقلب صفحه وبقطع شهاده ميلاد ماليش نصيب فيها ان انا اكون متواجد في بطوله العالم للانديه، هفكر في الخطوه اللي قدامي ان انا هاخد بطوله زي ما انا معود جماهير النادي الاهلي على ده. طيب عشان نقرب اكتر من الحدث وبعثه فريق النادي الاهلي في الامارات، اطير مباشره الى دبي ومعايا على التليفون الاستاذ وليد فاروق الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. استاذ وليد مساء الخير عليك وتحيات الكابتن عمرو الحديدي ليك. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك والكابتن عمرو الحديدي. استاذ وليد عايشني في الاجواء بعثه فريق النادي الاهلي منذ ان وصلت امس الثلاثاء، يعني كيف كان الاستقبال وانت على المستوى الشخصي كنت حريص انك تكون متواجد مع البعثه اول ما وصلت ومتواجد معاهم وعايش بالظبط الحدث ومتواجد في التدريبات وحضرت المؤتمر الصحفي، الاجواء هناك واخبار البعثه واخبار الفريق قبل مباراه الوصل وايضا كمان الاهتمام الجماهيري هناك في دبي بهذه المباراه الكبيره؟ ده حقيقي محمد، يعني من ساعة وصول البعثة أمس وفي حالة واضحة جدا من التركيز الشديد على الفريق بجميع أفراده، لاعبيه والجهاز الفني والجهاز الإداري، في واضح جدا رغبة الفريق في تحقيق الفوز في مباراة غدا إن شاء الله والعبور للدور الثاني. مهما كانت الظروف السابقة على الفريق لكن خلاص في بطولة انتهت وفي بطولة لسه الفريق فيها وبيحافظ بيحاول ان هو يحافظ على طموحه فيها. الفريق وصل امبارح كان استقبال بصراحه اكثر من رائع من لجنه منظمه للبطوله ومن مسؤولي نادي الوصل، عدد من اعضاء مجلس اداره نادي الوصل حرصوا على استقباله في المطار وكانت لقطه طريفه ان هم استقبلوهم بالورود الصفراء والحمراء، الصفراء لون النادي الوصل والحمراء طبعا النادي الاهلي. الفريق بمجرد ما وصل توجه لمقر اقامته فندق قريب بعيد تمام، يا دوبك يمكن قعدوا ريحوا اقل من ساعتين، بعد كده توجهوا للتدريب الاول المران الاول اللي اقيم على احد الملاعب الفرعيه في نادي الوصل. كانت لقطه يعني مقصوده من الجهاز الفني والاداري والترتيب اللي تم مسبقا من كابتن سمير عدلي ان التدريب اقيم على ملعب فرعي في نادي الوصل في نفس التوقيت اللي اقيمت كانت بتقام مباراه وديه بين منتخب الامارات ومنتخب اليمن على الملعب الرئيسي في نادي الوصل. تمام. كان الهدف انه شويه الجماهير المصريه محبه طبعا اكيد للنادي الاهلي وبتهمها ان الحضور والتواجد، لكن الهدف الاسمى اللي هو التركيز من اجل المباراه ده اللي فرض ظروفه على الاجواء، فبالتالي كان الملعب الفرعي بعيد شويه عن التركيز والناس، وحتى اللي راح يدور على الفريق في نادي الوصل لقى في مباراه بتقام في نفس التوقيت. الفريق ادى مرانه امس وكان في واضح روح معنويه عاليه، كان واضح اصرار وحماس، كان واضح تركيز من الجهاز الفني كمان ونوع من الصرامه شويه. بعد المران استمر حوالي ساعه ونص او ساعتين، رجعوا لمقر اقامتهم، تناولوا وجبه العشاء،
الملاحظه ان في اجتماعات بتتم بشكل دوري، اجتماعات يمكن ثنائيه وثلاثيه على مستوى الجهاز الفني والاداري ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني ككل. يمكن الملاحظ ما كنت متواجد معاهم امس ان بعد العشاء الجهاز الفني عمل اجتماع ثاني حضر جميع اعضاء الجهاز مع كارتيرون، ويمكن الاجتماع دوت خلص بعد منتصف الليل بتوقيتنا هنا. ده برضه ده اللي فيدل على التركيز والرغبه في تحقيق نتيجه تضمن للاهلي ان شاء الله التاهل. طيب النهارده في المؤتمر الصحفي ابرز تصريحات كارتيرون التدريب الرئيسي على ملعب المباراه، الشكل اللي انت شفته في التشكيله لو في غيابات حصلت، بعض الاصابات الطفيفه كمان حصلت لبعض من اللاعبين هناك، شريف اكرام عنده نزله برد، عاشور كان عنده كدمه بسيطه، يعني حطنا كده في الاجواء بالنسبه للمؤتمر الصحفي وتشكيل فريق النادي الاهلي من خلال رؤيتك ليه تدريبته النهارده الاساسيه. بدايه المؤتمر الصحفي واضح ان زي ما اي حد بيحضر بشكل كويس، يعني اي واحد في مهنته وحتى احنا كصحفيين بنحضر لاي حدث رياضي، واضح ان كارتيرون كان محضر كويس جدا للمؤتمر الصحفي ومتوقع الاسئله اللي ممكن يسالها، وكانت عنده اجابات نموذجيه لمعظم الاسئله وجاوب بشكل دبلوماسي في بعض النقاط الاخرى. كان ابرز اللي قاله ان هو ما بيخشاش من قرار الاقاله في حاله، يعني ما تردد عن ان ممكن تكون دي نهايه مسيرته لو لا قدر الله حدوث اي نتيجه مش لصالح الاهلي. هو قال ان دي طبيعه مهنه التدريب في العالم كله، وان هو فخور بان هو يرتبط اسمه بفريق زي الاهلي بيشجعه 60 مليون مشجع. بالاضافه قال ان في مدربين كبار تولوا مسؤوليه الاهلي ودي حلقات متصله، وهو تولى بعدها وهو متاكد انه في مدربين هيجوا بعده، وانه في يوم من الايام قريب او بعيد يعني ما هيسيب الاهلي، فده شيء ما بيقلقوش على الاطلاق. مركز في الماتش ومركز في المشوار مع النادي الاهلي بالظبط كده. بالظبط بالظبط. في نقطه كمان كانت متعلقه بانه هل يا ترى الحاله النفسيه بعد خساره النهائي الافريقي بتتطلب وجود معالج نفسي للاعبين عشان اخرجهم من الحاله النفسيه اللي فيها، فكانت مفاجاه للكثير يعني موجودين في المؤتمر ان كارتيرون قال ان هو يحمل شهادات علم نفس من ضمن مؤهلاته العلميه، وانه الفريق مش محتاج، هو نفسه بيقوم بالدور دوت بشكل كويس، وانه اهم حاجه التركيز في المباراه وتحقيق الفوز، ده اللي هيضمن للفريق ان هو يطوي الصفحه اللي فاتت خلاص بتاعه بطوله افريقيا. قال ان بطوله افريقيا الفريق بذل فيها جهود من الادوار الاولى، ان هو كان بيحتل المركز الاخير في مجموعته، اللاعبين قتلوا وقدروا ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه اللي كان ليها ظروف خاصه وارد انها تحصل في كره القدم، لكن ده ما يعنيش الفريق ان هو لازم يعوض جماهيره بالحفاظ على تواجده في بطوله كبيره وخارجيه زي بطوله كاس زايد للانديه الابطال. كان من ضمن الحاجات برضو المهمه ان هو اتسال عن وليد ازارو وان هو ما وصلش حتى الان وامكانيه مشاركته من عدمه، فهو قال بكره هنعرف هل شارك ولا لا. بالنسبه لحسام عاشور، حسام عاشور كان حاضر للمؤتمر وكان امبارح تعرض لكدمه جديده، لكن هو بروحه العاليه وزي ما قال الجهاز الطبي يعني تقريبا تشافى بالاصابه وشارك اليوم في التدريب كمان وجاهز للمشاركه بكره. شريف اكرامي فعلا يعني انا شفت خلال الربع ساعه الاولى من المران اللي هو مسموح فيها الاعلام بالحضور ما شاركش مع زمايله وكان قاعد بره، بقيه اللعيبه ادت المران دورته بنفس الروح المعنويه العاليه. تمام. اللاعبين مركزين في المباراه حتى ما بيرضوش يحرجوا كتير مثلا من الجماهير اللي بتقابلهم سواء في الملعب التدريب او في فندق الاقامه انها تتصور معاهم ويطالبوهم بتحقيق الفوز، لكن هم يعني في هدف او في حاجه شغلاهم ما بيقفوش كتير، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان مقر الاقامه كانه سكنه عسكريه، في التزام في انضباط شديد جدا. مباراه مهمه، مباراه كبيره. مباراه كبيره وتلاحظ يا استاذ محمد كمان انها مباراه تنطبق على النهائيات، يعني صحيح هي مباراه في الدور ال 16 لكن هي بالنسبه للاهلي مباراه نهائيه فعلا. طيب سؤال اخير، سؤال اخير يا استاذ وليد، الصحف الإماراتية أو تحديدا جريدة الاتحاد الإماراتية أبرز عنوان أو منشط متعلق بهذه المباراة؟ والله الصحف بصفة عامة مهتمة جدا ووسائل الإعلام مهتمة جدا جدا بالمباراة ديت، شعبية النادي الأهلي وبحضوره الكبير في يعني
شغف بالحدث. الصحف كلها عارف حضرتك بتركز طبعا على الفريق اللي بيمثل الامارات باعتباره الممثل الوحيد للبطوله للفرق الاماراتيه في البطوله، البطوله بتحمل اسم الشيخ زايد، فشويه العناوين هيبقى تركيزها شويه على الوصل، مع التاكيد على انه في استعداد كبير جدا ل او عمل حساب لفريق الاهلي بشعبيته الكبيره. كانت ابرز العناوين مثلا تصريح على الفان حسن عبدولي المدير الفني لفريق الوقت، اللي هو قال ان احنا عارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين ان هو بطل الحامل لقب القرن الافريقي في افريقيا، احنا بنعمل حسابه، بس استحاله ان احنا نعمل زيه في ان احنا نعتمد على نتيجه مباراه الذهاب. هو قال ان مباراه الذهاب الاهلي اعتمد عليها نوعا ما في مباراه الاياب في نهائي دوري افريقيا وخسر، لكن هو صعب ان هو يعتمد، وكان بيقول ان هدفه تحقيق الفوز في المباراة بكرة. تمام. أستاذ وليد فاروق الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، أنا شاكر جدا ليك على كل هذه المعلومات، حطتنا في قلب الحدث هناك في دبي، ومتابعة خاصة لهذه المباراة الكبيرة، مباراة الوصل والأهلي في إياب دور 16 لكأس زايد الأندية الأبطال. كابتن عمرو الحديدي، معلومات كتير قوي بصراحة الأستاذ وليد فاروق قال لنا الأحداث هناك، لكن تعليقك على هذه المعلومات والتصريحات اللي قالها كمان باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي. شوف محمد، يمكن لسه كنا بنتكلم، بيقول لك تركيز لعيبه النادي الاهلي مش قادرين يحرجوا الجماهير المصريه اللي موجوده في الامارات في التصوير او في اي كلام مع حد. التركيز ده هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي الروح والتركيز، روحه في الملعب وتركيزه خارج الملعب. احنا في دور ال 16، لا هو بالنسبه له ده نهائي عشان يقلب صفحه او يطوي صفحه مباراه الترجي. هو دلوقتي النادي الاهلي بيفكر في كده. حتى مستر كاردرون شوف ردوده، ان اجلا ام عاجلا انا همشي، فانا عارف انا بتعامل مع اللعيبه النفسيه ازاي، متوقع كل الاسئله اللي هتتقال في المؤتمر وعند الردود بتاعتها. انا عارف ان التاريخ هيقول في يوم من الايام ان كاردرون كان مدرب النادي الاهلي، بس هو عايز يقول مدرب النادي الاهلي بالنجاح بتحقيق البطولات زيه زي مستر مالون زي كل المدربين اللي مسك النادي الاهلي. الراجل عايز يعمل تاريخ لنفسه، هو عمل تاريخ لنفسه مؤقت ساعه ما كسب النادي الاهلي مع وادي دجله، هو ده من وجهه نظره. فاما النادي الاهلي استدعاه يبقى موجود، ان انا مدرب كفء، هو عايز يوصل المعلومه لجماهير النادي الاهلي ان انا عارف انكم عشاق للعبه الكوره في النادي الاهلي وعشاق للعبه النادي الاهلي، وهوصل لكم دي. مجرد الماتش يخلص بالمكسب هتشوف تغيير كامل وتعليق كامل بشكل تاني خالص على مستر كارديدرون الساحر المبدع المؤدي اللي هيقولوا كل حاجه. هي وقت ازاي اخرج من الكبوة بنجاح، بخطوة ان انا اخرج من دور ال 16 للدور اللي بعده، بس انا معتبر ان دور ال 16 هو نهائي مبكر بمرحلتين ثلاثة قبل ما اوصل للنهائي. الراجل قال كلمة مهمة قوي في المؤتمر الاستاذ وليد فاروق قال لنا عليها، يمكن كارتيرون اتكلم ان هو التعامل النفسي مع اللعيب، قال انا معايا شهادات علم نفس في الدورات التدريبية اللي خدتها، فاقدر اتعامل نفسيا كويس قوي مع اللعيبة في التوقيت الحالي. احنا متعودين اي جهاز فني بيجيب معاه مدرب فني يحلل من بره ومدرب نفسي يحلل، لا الراجل عنده، الراجل هادي جدا وعارف قيمة النادي الاهلي كويس قوي، وعارف يتعامل مع لعيبة النادي الاهلي ازاي. حتى رده على وليد ازارو قال لهم غدا يظهر موقف وليد ازارو، مش صاحب قرار مفاجئ او متسرع، لا هو عارف كويس قوي كل اللعيبة بتاعت النادي الاهلي قيمتها في وجوده وقيمته في وجودهم بامكانياتهم بالنجاح. هتبقى سهل قوي، المكسب يا محمد بيداري اي حاجه، المكسب بيداري اي حاجه، بس في مدربين عشان ده اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، انا بنجح بس في نفس الوقت بحط نقط الضعف اللي سببت لي مشكله في النادي الاهلي وابتدي اعالجها. ده المدرب الشاطر او المدرب الناجح، اللي انا بكسب بنجاح وبنتيجه في نفس الوقت بعالج الاخطاء اللي عندي، وما بقولش النجاح مكسبه بس، لا في اخطاء بيتم معالجتها، وفي حاجه تانية اسمها ازاي النادي الاهلي يرجع تاني من الموقف اللي حصل اللي اللعيبه دلوقتي حاطه نفسها فيه في الضغط العصبي ده، ان احنا خسرنا، ازاي نرجع كل الاجواء حوالينا وتلتف جماهيرنا تاني ان احنا عندنا بطوله جديده رايحين نحققها، هي البطوله العربيه. طيب ادخل معاك بقى في التفاصيل الفنيه وتشكيل فريق النادي الاهلي. عندنا غيابات واضحه، الجبهة اليمنى احمد فتحي ومحمد هاني مش موجودين، من الاقرب من وجهة نظرك انه يكون كريم نيدفيد كظهير ايمن، واعتقد ان هو ادى ال 25 دقيقة في مباراة الترجي فوق الهايل حسب المتاح بالنسبة له، فوق الهايل، ما هو ده الاقرب.
انا مش هطرف حد، لا هو الاقرب بس عنده امكانيات في المركز ده قبل كده. لا بس كريم في التغطيات العكسيه، في الالتحامات، في الزياده، في الدخول دريبلينج في نص الملعب، عنده اكتر من اكرم شويه. اكرم الحته الدفاعيه عنده هايله في العمق وليس على الاطراف. تمام، دي مهمه قوي. طيب حراسه المرمى، يمكن شريف اكرامي البعض كان بيتوقع ان شريف ممكن يلعب المباراه ديت بالتبادل ما بين الحراس، لكن زي ما الاستاذ وليد فاروق قال لنا ان ما كانش موجود في التدريبه الاساسيه وعنده نزله برد. تتوقع ممكن علي ولا لا يبدا برده بشناوي؟ لا هيبقى شناوي برده. خط الدفاع ما فيش كولوبالي وسعد زي ما هو، وايمن اشرف ناحيه الشمال، و90% يبقى حسام عاشور والسوليه. السوليه غايب للاصابه، يبقى وهشام لسه راجع من الاصابه. لا انت مش هتجرب في الوقت ده بقى. خلاص انت مش هتجرب تحط حد في العمق بقى، يبقى اكرم الاقرب، اكرم توفيق الاقرب. تمام. اسلام محارب، وفي وليد ومروان، ولو حب يلعب من تحت حد بسرعته هيبقى صلاح محسن. طب وليد ازارو امبارح كان بيلعب مباراه وديه امام المنتخب التونسي مع منتخب بلاده المنتخب المغربي، لو وصل النهارده متاخر او يعني مش هيلحق يتدرب مع الفريق لان خلاص المباراه بكره، وجهه نظرك يكون موجود على الدكه ولا الجهاز الفني يشوف حالته الاول وجاهزيته للمباراه؟ هو الراجل ما بعدش كتير يعني، ده هو بعد بالايقاف في مباراه تونس اللي فاتت بس، وهو لعب في مباراه المغرب مع منتخب تونس في المباراه اللي كانت موجوده ما بين المنتخبين. بالظبط، مسافه مش بعيده، الراجل رجله في الملعب يعني. مسافه مباراه الترجي بالايقاف للعوده في رادس عادي. فكره الوقت ده يا مثلا ما بين المباراه الاخيره ليه مع المنتخب المغربي عن تونس يوم 20 ومباراه الاهلي يوم 22، فرق يوم سفر ساعه حتى يعني. الحته دي يا محمد خلاص بقى، خلاص اختلفت عن زمان. خلاص بقى عن زمان بقى كنا بنقول اليوم والسفر والطياره، لا خلاص بقى ده راجل لعيب محترف وامكانياته هو عارفها ازاي يعلي كف النادي الاهلي. وبعدين مروان هايل الفتره اللي فاتت وكان هايل في مباراه المنتخب، يعني الموضوع مش صعب في روضه النادي الاهلي، مش صعب، هي المشكله كلها في خط ظهر النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي، البدائل قليله، البدائل مش موجوده. طيب بما انك فتحت موضوع خط الدفاع وانت كنت احد الاعمده الرئيسيه في خط الدفاع، ايه الروشته اللي انت شايفها من وجهه نظرك لشكل الدفاع او الطريقه الدفاعيه او اداء المدافعين في الفتره الجايه؟ يعني هقول حاجه بسيطه، واحنا كنا بنبقى موجودين يوسف وابو الدهب كمونه مشير انا شرف ريم سعيد، كنا بنتفق اتفاق حلو قوي، الملعب يتقسم نصين، انا هاخد الجنب اليمين وهميل على محمد هاني، طبعا كابتن كان الكابتن ابراهيم حسن، كابتن علي عبد الصادق، هميل ناحيه اليمين. مثلا كولوبالي هياخد الجنب الشمال، ايمن اشرف وحسام عاشور، هي كده. انا ما فيش حاجه اسمها ما بلعبش، ما ده مش ثلاثه ده اربعه، يعني اثنين بس بيبقوا في العمق، الاطراف بتبقى طايره في نص الملعب. تمام، لازم في الوقت دوت يعني لازم حد بيعمل كفر لحد، لو كولوبالي هيطلع ياخد العالي كله يبقى سعد بسرعاته هو اللي يستفيد من دي، لو سعد اللي هيشترك يبقى كولوبالي هو التغطيه، ده اللي لازم. قال لك استاذ محمد في اجتماعات ما بين الجهاز الفني واللعيبه واللعيبه وبعضها، ده لازم، ده لازم. انا اقرب ليا حد حسام عاشور، انا هلعب كذا وهعمل كذا، وانت في التغطيه العكسيه هتبقى موجود جنبي، لو انا زدت انت هتقف مكاني، ده اللغه اللي بتبقى ما بينهم. ايمن لو انا خدت ظهرك يبقى لازم كولوبالي ياخد ظهري، يبقى لازم التغطيه العكسيه لكريم ندفت، كل الكلام ده مواقف بتحصل في الملعب بنكلمها احنا شافي عشان بعد كده هتبقى عملي، مش هنكلم بعض واحنا في الملعب بيقول له مش قلت لك هتغطي ورايا، لا دي حاجات لازم بتحصل. بنتكلم ان احنا بنقول لبعض خط الظهر يا جماعه احنا لو ما دخلش فينا جون احنا ماشيين كويس، ونتكلم مع حارس المرمى ادي الخط الاول حارس المرمى، الاربعه اللي في نص الملعب، الاثنين اللي ورا، احنا ما بنلعبش باربعه احنا بنلعب اثنين، سعد كولوبالي هنعمل لازم لغه الحوار ما بين نص الملعب المدافع وخط الظهر لغه مستمره، لغه مستمره بتوصل بعد كده للاليه بسهوله، خلاص انا عرفت حسام هيعمل ايه والسوليه هيعمل ايه وانا هبقى موجود بعمل ايه. كنت بتكملوا بعض في خط الدفاع؟ يعني مثلا لو حد بيتميز في الكرات العاليه او في الضربات الثابته او في التسديدات الراس، اللي جنبه كان بيكمل في الكرات الارضيه او اللعب الارضي؟ هقول لك على حاجه، كنا بنتفق اتفاق جميل قوي، مشير حنفي يقول لي بص كل الحاجات اللي على الارض مالكش دعوه بيها بتاعت انا، اه هاخدها انا، وانت في كل الحاجات اللي فوق تاخدها. كابتن علي عبد الصادق لما كان يلعب عمرو ما تتطرفش بره الصندوق عشان تاخد الكره العكسيه، حتى في الكور الثابته العب انا على الكوره ما امسكش مان، كله يمسك مان والعب انا على الكوره، يعني انت دلوقتي بتشتغل رادار صاد للصواريخ، الكوره بتتحرك فين وانت بتتعامل معاها، توقع بقى، يبقى انت بترجع لورا خطوات عشان تبتدي تتعامل معاها. معظم او مش عايز اعممها كل لعيبه خط ظهر مصر بالاستثناء بلا استثناء بتقف موارب، ليه؟ ما انا ظهري دوت على هيئه حراسه المرمى، اقف صح، الوقفه صح بالنسبه لي اقدر اتعامل مع الكرة، اما ارجع خطوات عشان اطلع لقدام هتبقى سهله، بس اما ارجع بظهري هتبقى صعبه كتير قوي.
هيبقى الفيرود اقوى في الالتحام عني. لازم في الوقت ده لغه الحوار ولغه الكلام بيني وبين زمايلي تبقى كتيره. احنا كنا بنستغرب اما مستر هاريس يقول لك خلي الفيرود يخش لجوه، ازاي احنا عايزين نلعب بالعرض عشان اطلع بدماغ؟ لا، دخله جوه عشان هيقابل واحد واثنين وثلاثه، ما يلعبش على الاطراف، على الاطراف يبقى اصعب. احنا النادي الاهلي اللي بدع لعب الاطراف الاوفرلاب والتيك اوفر والحاجات دي، لو بصيت على الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي في مباراه تونس، هو الدرس ان اللي منتخب مصر اداه في مباراه تونس اللي هو الوان تو هات من العمق وليس من على الاطراف. لعبنا من العمق، الهدف اللي جه من العمق، الاختراق كان من العمق بالظبط كده، ثلاث اهداف كانت من العمق. احنا متعودين بقى ان احنا بنلعب على الاطراف، خلاص الناس عرفت ان الكور العرضيه صلاح محسن هيدرز، بس مش بقيمه هيدرز وليد ازارو او صلاح محسن او مروان محسن. العاب الهوا دي كنا بنقول كابتن رمضان، كابتن ايمن شوقي، كابتن حسام حسن، فيليكس كتير، كابتن عادل عبد الرحمن، كتير كتير موجودين، ما عندكش حيره، عندك لكل لغز فنان بيحلها، فنان بيحل اللغز ده. فهو الوقت دوت العمق وامكانيات النادي الاهلي والفرق المستوى مش تقليلا من قيمه الوصل ما بين النادي الاهلي ولاعيبته لامكانيات لعيبه الوصل، اعتقد ان النادي الاهلي اعلى بكتير بكتير. تمام، انا بس عمال اسالك ليه على شكل خط الدفاع، لان كابتن عمرو الناس تقول لك مثلا سليف كوليبالي بيتميز بشكل قوي جدا في الكرات العاليه، لكن على المستوى الكرات الارضيه مش بنفس القدر، لكن بالتالي انا عايز ادي مثال ليه، لانك اديتني مثل مميز جدا، مشير حنفي في التوقيت ده في التسعينات كان يقول لك الكرات الارضيه سيبها لي دي بتاعتنا وانت بتتميز في الكرات العاليه. ده الشكل اللي ممكن يحصل في خط الدفاع حاليا دلوقتي، لو انت شايف ان سعد سمير بيتميز في الكرات الارضيه في تميز اكتر لسليف كوليبالي في الكرات العاليه او الكرات العرضيه، فالناس بتركز على اداء لاعب بتقيمه ايجابي وسلبي وبتنسى الشكل الدفاعي او السلسله اللي موجوده في خط الدفاع. اكيد الاربعه في خط الظهر بيكملوا بعض. انت في الوقت اللي جه فيه كولوبالي طرفت ايمن اشرف حتى في المنتخب الطرف ناحيه الشمال، ان ايمن بقى في الحته دي خلاص، خلاص في القلب، خلاص بقى عنده نضوج عالي قوي نلعب في الحته ديت كسرد باك. اما كان مشير بيقول لي بتعامل لازم التغطيه العكسيه لو انا بلعب باثنين. سعد عنده من السرعات والمان والسرعه والعاب الهواء كويس قوي، كوليبالي عنده بطء بسيط، كلنا كل الطوال عندهم بطء، انا بنميه ازاي؟ بشغل كتير، سرعات كتير، رشاقات كتير، مرونه كتير. احنا لا احنا مش بنتكلم على لعيب ناشئ، ده لعيب محترف ومنتخب مالي ولسه مراهن كاس امم. اما بشتغل في الحاجات الصغيره دي هي اللي هتفرق معايا، الحاجات اللي فيها مهاره وفنتات سريعه ده شغلي. انا لاعب كل الفراوده بنفس الاسلوب، كل الفراوده المهاريه بنفس الاسلوب، كل الفراوده اللي فيها سرعات عندي سعد يشتغل في السرعات وانا اغطي وراه. لو انا كل الالعاب الهواء ليه بلعب بجنبي؟ ما اطلع النادي الاهلي طول عمره من ايام ما كان بيمرنا تمرينات تخصصيه كابتن ماهر همام، اللعب من الامام، اللعب برؤيه، كان الكابتن مصطفى يونس يقول لي اللعب مواجه وما تطفش، ابني هجمه. ما هو انت في الاول حاجه كنت بتتعامل مع الكوره، بعد كده اما امتلكت العاب الهواء ابتديت تبني هجمه، يعني تستفيد من الكره العاليه ببناء هجمه على الاجناب، عماره او يوسف او ياسر او نخله من ناحيه اليمين لازم. اما كان الكابتن حسن يقول لي هغطي ما تقلقش، هو ده لغه الحوار ما بين لعيبه بعضها، ان انا لو الغط في غلط شيلني فيه وبعدين نصحح، ما هو اللي انا هغلط فيه وهتلاشاه بعد كده هيبقى هو خبره بالنسبه لي، اللي انت غلطت فيه تعامل معاه. انت بقى راجل منتخب مالي لا انت النادي الاهلي جايبك عشان يبقى ليك بصمه على كل لعيبه اللي موجوده لغايه اما رامي يخف ولا سعد موجود ولا ايمن يخش جوه في وجود علي معلول، لو موجود، لو علي معلول جوه كنت هتلاقي ايمن جوه جنب سعد. خلاص انت المفروض الكوره العاليه دي قبل ما تكون انت بتشيل هدف عن مرمى النادي الاهلي، انت في الكوره العاليه تكون هدف للنادي الاهلي بالطول ده والتعامل ده، انت طمعت جماهير النادي الاهلي عشان انت احرزت اهداف، احرز هدف مرمى كاونشيب، خلاص انت اتعودت على كده، عودتني على كده، خلاص يبقى لازم ده الفتره اللي جايه. بمناسبه هدف كوليبالي في تاونشيب، انا فاكر هدف ليك مع الجمال السيد كانت مباراه الزمالك اعتقد، اسيست منك ضربه راس الجمال السيد احرز بيها هدف. بص كمل، يعني الاثنين المدافعين في خط الدفاع النادي الاهلي كانوا بيكملوا هجمه واحرزوا هدف. بص انا هقول لك على مباراه كسبنا السويس 3-1 وكانت سفير السويس ماشي كويس وكان كسبان الزمالك في استاد السويس 1-0. كان مستر هاريس يقول لك كابتن رضا او كابتن مجدي طلبه او هشام اعمل اوفر على القريبه، عمرو الحديدي يعمل زحلقه للكوره، كان بيتواجد عادل ويتواجد الكابتن حسام ويتواجد الكابتن رمضان. خلاص بقت بالنسبه لنا
شيء محفوظ. اما كانت بتتعمل علينا كنا بنتفق اتفاق، اقول له مشير خد العارضه وانا هتعامل مع على العارضه القريبه اسبق العبها قبل ما ياخدها. بالظبط كده. تمام. كنا بنتفق ان هي بتتعمل على ارتفاع معين. فبرضه يا محمد لغه الحوار في اللي عليك قبل اللي ليك، اصل اللي ليك انت اللي هتهدف بيه، اللي عليك انت ملتزم بيه انك تبعد عن مرمى النادي الاهلي خطر معين في جاده العاب الهواء. وفي بسبب الموضوع ده يمكن كانت اللعيبه بتتكلم وجبت جوان بدماغي ملك العالي، الحاجات دي حلوه في لغه الحوار حتى بره الملعب، بتديك انتعاش ونفسي انك انت امتلكت الاسماء اللي بتلعب عليها، وصلت انك انت تبقى مجيد لالعاب الهواء على كل الاسماء اللي موجوده. فدي مهمه قوي، مهمه قوي إيه ان يتقال شبكه النادي الاهلي العظيم. احنا وصلنا 18 مباراه مره في وجود الكابتن شوبير، ما حدش بيخش ال 18. كان الكابتن طارق يقول لك اعمده النور النادي الاهلي بتضلل على اي حد، كان منى والحديد وابو الدهب. بعد ما جمال مشي كانت بتتقال كده. اما تتفق بقى مشير ها احنا هنلعب، احنا رجعنا بعد الاصابه هنلعب، هتعمل ايه؟ اقول له مشير لم وانا اشغل لك الطيارات فوق، خد انت المدافع اللي تحت وانا اشتغل لك في الطيارات اللي فوق. الاتفاق ده مهم قوي. تمام. واما نلعب مان هتبقى لمده قد ايه؟ دقيقه دقيقه ونص، هنلعب مان تو مان خلاص انتهت. وبعد كده بناخد نفسنا، وبعد كده بالصوت بقيت بعرف ان ده مشير قال لي اتحرك كذا وانا بتحرك الي الجهه الثانيه. طيب لو ارجع شويه واتكلم على مباراه الوصل تاني، نتيجه مباراه الذهاب كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ طبعا، بس مش حاجه بتخض يعني، عادي وارد. النادي الاهلي في احسن حالاته سنه 95، اسوان خسران من كل الفرق وكسبنا في استاد القاهره 2-0. 2-0 فول تيم نجوم النادي الاهلي بالكامل في التسعينات 95، ما لهاش حسابات. حساباتها ابعد حاجه ان النادي الاهلي بينا وبين بعض بنقولها عامه، مش بنسكن الناس بالكلام. لعيبه النادي الاهلي كانت المصابين بيتجربوا مش تقليلا من امكانياتهم، لا ده الاطمئنان عليهم. كان عندي بطوله افريقيا، عيني على بطوله العالم للانديه، هقول ان دي مرحله تانية، دلوقتي بقت مرحله اولى، غصب عني اتحطيت في ضغط، خلاص الموضوع انتهى. الاول كان عندي مرحله بطوله افريقيا، دلوقتي بقت مرحله تانية خلاص، بطوله افريقيا انطوت وعدت، بفكر دلوقتي في البطوله العربيه. خلاص بقت مطلوب مني دلوقتي ان انا احقق حاجه عشان اخرج من الكبوه النفسيه اللي انا فيها. لازم. شايف توقيت مباراه الوصل جاي بشكل جيد؟ هايل. في الوقت دوت لعيبه النادي الاهلي اعلى قمه او اعلى تركيز هيبقى في تاريخ النادي الاهلي الفتره دي. التوقيت ده بلا شك، سواء على المستوى العربي او الدوري حتى. بص، النادي الاهلي دلوقتي شعاره حاجه واحده، البطوله من ماتش واحد، البطوله من شوط واحد. هتشوف باذن الله بكره ناس تانية خالص غير اللي انت شفتها في اللعبه مستثاره. ما هو النقد والاسلوب والكلام اللي بيسمعوه اعلاميا في التلفزيون في الزملاء في الصحاب هتلاقيه كلام جامد، كلام يزعل، كلام يخليك مش عايز تتكلم مع حد، مش عايز تدلي باي حديث، مش عايز تتكلم غير في بعد المباراه بنتيجه. عايز ترد في الملعب بس خلاص. رد في الملعب هو شيك بالنسبه لي. قبل كده الناس شككت في رصيدي ان انا اقدر اجيب بطوله زي دي، لا انا عادي. النادي الاهلي ياما ضاع منه بطولات، بس ياما جاب بطولات. احنا متعودين انك بتخرج من ده بالاجتماعات اللي انتوا عملتوها مع بعض. انك رايح تلعب في بلدك، رايح تفرج جمهور حياته كلها وهو موظف متغرب في الامارات ان يفرح ان النادي الاهلي هيفرحه بالمكسب بكره. ده مطلوب مهم قوي. تمام. طيب اخر جزء النهارده في حوارنا يا كابتن عمرو، برضو اسالك على يعني في سؤال سريع كده، فوز المنتخب الوطني على المنتخب التونسي والاداء اللي ظهر بيه اجيري مع منتخبنا الوطني، شايف المرحله دي بالنسبه لمنتخبنا ازاي؟ كانت الكلام على مستر اجيري في الاول الماتشين اختبارات بسيطه لمستر نايجر واسواتين. بالظبط، لمستر اجيري. بعد كده هو ورى الناس كلها امكانياته الهجوميه رغم التهديف في مرماه، ان انا اقدر اجيب جون واثنين وثلاثه مع منتخب متكامل مستقر اسمه منتخب تونس. والفرحه اللي فرحت الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي بالاخص ان هي جت بعد مباراه النادي الاهلي، تحس ان هي لمست شويه يعني، وصلت للناس لايه؟ اضطرح ورجع لي تاني، اضطرح ورجع لي تاني. ليه؟ عشان كانت النغمه قبل المباراه طول عمرنا بنكسب في رادس، طول عمرنا بنكسب في تونس، طول عمرنا بنحقق البطوله في تونس وبنرجع بيها.
كان الانذار اللي ظهر للنادي الاهلي في وفاق ستيف، بس ما لحقناش نستوعب، استوعبنا بعد ما خسرنا. لا اعتقد دلوقتي النادي الاهلي هيبقى شعاره ناري. تمام. شعار ناري ما فيهوش اي كلام غير المكسب وبس. تمام. المنتخب ماشي في طريق جيد، اعتقد عشان ملمومين كويس، كابتن هاني رمزي وكابتن احمد ناجي ومسال اجيري او الجهاز الفني بالاجماع عنده من الثبات الانفعالي والذكاء، ما بتصروش اي اقاويل لاي لعيبه خارجيه، هو مركز يعمل ايه وعنده ردود كويسه قوي وعنده طموح يروح بمنتخب مصر فين. كابتن عمرو كلمه اخيره. احنا منتظرين بكره تفرحونا، احنا تعودنا منكم انتوا بالذات بتفرحوا الشعب المصري، احنا عارفين وواثقين في امكانياتكم، عارفينكم انتوا مصدر الفرحه لينا ابناء النادي الاهلي، للناس اللي ما دخلتش وما عاشتش جوه النادي الاهلي، انتوا بتوع الصعب بتوع الشدائد، انتوا رسمه الابتسامه اللي موجوده في مصر بقالها سنين، فرحوا ال 80 ولا ال 100 مليون ايا كان اللي بيشارك البطوله العربيه دي، بطوله بتضاف ايا كان اسمها للشيخ زايد او ايا كان اسمها، ارجعوا فرحونا تاني واحنا تعودنا منكم على كده. كابتن عمرو الحديدي شرفتني ونورتني، وفقره بصراحه على المستوى الشخصي استفدت بيها، مش هتكلم في الامور الفنيه بس، لانك كمان رجعتني في ذكريات التسعينات والجيل الجميل، جيل التسعينات اللي كان متالق بشكل خاص كمان على المستوى المحلي، 7 دوري ورا بعض من 92 93 حتى موسم 99 2000. والله يا محمد انتوا اللي بتفرحونا، بترجعونا للناس تاني، وبترجعونا نتمنى نرجع نلعب تاني، بترجعونا سنين ورا بنقول احنا عشنا في النادي الاهلي لعيبه، خرجنا من النادي الاهلي مدربين، نجحنا في حياتنا العمليه باسم النادي الاهلي اللي اتعلمناه في بيتنا احسن من اللي اتعلمناه في بيوتنا الشخصيه. النادي الاهلي كيان كبير ما بيتهزش، لعيبته بتزوده ما بتقللوش. شرفتني ونورتني يا كابتن عمرو. شكرا. شكرا حمد، ربنا يخليك يا حماده. فقره كانت فنيه متميزه مع احد لاعبي جيل التسعينات الكابتن عمرو الحديدي والقياده الدفاعيه في خط الدفاع، واتكلم فيها بشكل خاص على الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها جيل النادي الاهلي في التسعينات، وما هو قادم بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام الوصل الاماراتي. لكن ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل الفقره كره القدم العالميه ومسك الختام النهارده في برنامجكم الاهلي الليله.